السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في القناة. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بصحة وعافية. اليوم ان شاء الله ندير معاكم كرواسة بدون بيض وبدون حليب، اقتصادية بالماء فقط، رائعة. والشكل ديالها كيجي زوين، بدون عجين مورق، كتجي مورقة. طريقة بسيطة، غتوجديها يعني في ظرف ساعة بدون يعني اختمار، كل مرة كتختمر مرة واحدة. الا بغيتي اختي طريقه تحضيرها بالفيديو الاخير، وما تنسيش الا عجبك الفيديو ديري لايك، ولما اشتركتيش في القناه اشتركي فيها باش يوصل، وضغطي على زر الجرس باش يوصلك كل جديد. نبداو على بركه الله طريقه تحضير هاد الكرواسه. اخواتي، مكونات هاد الكرواسه بسيطه يعني عاديه، ماشي غير مكلفه. بالنسبه للزبده، عندي هنايا 150 غرام ديال الزبده، هادي ديال العبار باش مارغرين، نص كاس ديال السكر سنيدة، نصف كاس، نص كاس ديال الزيت. عندي هنايا معلقة كبيرة ديال الخميرة، ما عمرهاش بزاف، الملحة، شوية الملحة، الماء باش نعجنو. وعندنا الدقيق، هنا درت خمسة الكيسان ديال هاد الكيسان، هادو كاس، خمسة الكيسان اللي درت تقريبا واحد نص كيلو ديال الدقيق، 500 غرام ديال الدقيق. والماء ماشي بارد ماشي سخون، يعني ما عادي حارة المطبخ. طريقة اخواتي، المهم الدقيق يكون مغربل، ديرو السكر، خلطوه مع الدقيق، ملحة، الزيت، الماء. دير واحد الكميه ديال الماء، ماشي بزاف لان العجينه خاصها تكون قاصحه. خميره، دابا نعجنو. كما كتشوفوا اخواتي، يعني الماء ما كتروش بزاف، العجينه خاصها تكون قاصحه. ما عندكواش انا غادي نجمعوها، الا كان خاصكم الدقيق زيدوه. صافي، نخليوها غير واحد الشويه ماشي بزاف بما ترتاح، ونتلاقاو من بعد. اخواتي، من بعد ما ارتاحت تقريبا غير واحد 5 دقائق 10 دقائق، ماشي بزاف، ما غاديش نخليها حتى كتضاعف الحجم ديالها. دابا غنسرحها. بعد ما سرحتها كتكون بحال ما هكا، ما غليظاش. كناخذوا هاد الزبده نحطوها فوق العجينة، نحاولوا ما نديروهاش في الجناب. نجبعوها بحال على شكل مسمنة بهذا الشكل. غادي نعاود نديرو الزبدة هنايا، طوروها شكل، نعاود نديروها هنا. مشو على الشكل هذا، سرحنا الزبده، راه غادي تذوب، ومن بعد تنرجعوها بحال هكا. دابا نسرحوها عاوتاني، كديروا الدقيق، ما تكتروش بزاف.
خواتي عاوتاني كما شفتو سرحتها، خليتها مقاده مربع، غادي نديروها بحال المسمنه عاوتاني. غادي الاخرى يعني راه ساهله، ما غاديش ندخلوها الثلاجه ونخرجوها، يعني ندخلوها ونخرجوها يعني ديك الساعه، بصح خليوهاش ترتاح. هادشي دابا هادي الاخرى صافي. دابا غادي نسرحوها باش نشكلوها، يعني ما غنخليوهاش ترتاح. اخواتي كما شفتوا خرجتها، درتها دائريه ما تكونش غليظه بزاف بحال هكا، المهم كتكون لاصق لصق ديالو الدقيق. قادوها انا غنديرها على شكل كرواسه، تقدروا ديروها هكا المربع تقطعوا على شكل طولي وتديروا مثلثات على حسب كيفاش خرجت لكم. دابا غادي نقطعوها، قطعوها هكا. اخواتي دابا خديت واحد الشكلاط، اي شكلاط عندكم اولا، يعني شو وحدين ندير فيهم وشو وحدين لا، ما غاديش ندير فيها، غنخليها هكذاك ندورها بحال هاد الشكل كنجبدوها. تكون بحال هكا، نعاودو وحده اخرى كنجبدوها، تحاولوا ما تقطعش، جبدو الجناب ناخذ واحد شويه الشكلة. كندورو على الشكلاط ومن بعد تبقاو غادي. دابا خواتي غادي نخليهم يخمروا في تضاعف الحجم ديالهم، ونتلاقاو من بعد ملي ندخلهم في الفران. بعد ما تضاعف الحجم ديالهم خديت واحد جوج بيضات على حسب شحال عندك ديال الكرواسون، وانا غندير شويه الشكلاط او القهوه باش تحيد داك سفوريه البيض. درت هاد الشكلاط هذا ديال الحليب، اي شكلاط خلطهم مزيان. يجي على الشكل هذا، باش ملي خلطتو كيجي هكا. غادي ندهن الكرواسة، بالنسبة للفران شعلتو سخون، المهم شعلوه كيكون ديال الضو اللي عندي أنايا، سخنتو مزيان شعلو غير لتحت، ومن بعد ملي طيب من لتحت شعلو الفوق حتى كيتحمرو مزيان وخرجوه. بعد ما كملت دابا ندخلهم الفران يجيو على هاد الشكل.
اخواتي كما كتشوفوا منين يلا خرجتهم دابا من الفران، باقي سخونين كيجيو زوينين محمرين، نتوما باقي سخونين رطبين. طيبين من التحت كيجيو مرقين بالطبقات ديال التوراق. نات كما كتشوفوا الكرواسه هي هذه، نوريكم كي كتجي دابا بردت شويه، هانتوما كتجي زوينه ما معجناش. كتجي رائعه يعني خفيفه مورقه، يعني كتختمر مره واحده ماشي كل مره يعني فيما كنصاوبوها كتختمر. هانتوما الى عجبكم اخواتي ما تنساوش لايك وتشتركوا في القناه الى باقي ما اشتركتوا فيها. مع السلامه مع فيديو جديد ان شاء الله، بالصحه والراحه.